واحنا على الهوا، واحنا على الهوا اللي بيتابعنا شايف كلمة مباشر. امبارح واحنا بنتفرج على الحفلة انا قلت الحاجة الحقيقية اللي في الحفلة هو لما السفينتين عدوا، بس الحاجة اللي خلت روحنا ترفرف هي لما شفناكم وانتوا بتغنوا. عشان القناة النهاردة، انتوا بكرة، اللي كانوا بيغنوا امبارح في الحفلة وده جزء كبير منهم، مش بس بيمثلوا المستقبل، دول بيمثلوا كل طوائف الشعب. كانوا من مدارس حكومة ومن مدارس خاصة، من ذوي الاحتياجات الخاصة ومن الأيتام، مجموعة منتقاة من الأطفال. لازم أشكر كل اللي عملوا ودربوا الأطفال دول عشان الحفلة، لأنه دي كانت حاجة فيها رسالة مطمئنة إنه في أمل وفي إشراق وفي وشوش حلوة طالعة. عمرو مصطفى مش بس لحن، إنما كمان ساعد بشكل كبير جدا في تجميع المجموعة وتدريبهم وتجهيز المشروع. الكلمات من تأليف تامر حسين. كتير من المجموعات ومن المراكز ساهمت في التدريب، وبعضها حكومي وبعضها خاص، عشان يغنوا الأغنية دي اللي نفضل نشغلها طول الوقت، سواء من الحفلة أو من البرنامج. في شوية إنجليزي وفرنساوي مش مهمين قوي يعني، بس يعني نفس المعنى اللي بيتقال تقريبا. إنما الأغنية وانتوا بتغنوها كنتوا أحلى حاجة في الدنيا، كنتوا أحلى حاجة في الدنيا. انت لا بصي كده عشان الكاميرا. قوليلي انت اسمك ايه؟ اسمي زينة. لا بصي يا زينة للكاميرا، بصي اهي زينة. زينة انت امبارح غنيتي قدام مين؟ قدام السيسي. انت امبارح، خليني اقول لك، انت امبارح غنيتي قدام العالم كله، مش بس مصر بس، قدام العالم كله. بخلاف ان كان في اولان وممالك الاردن، بس انت غنيتي قدام العالم كله. ايه احلى حته في الاغنيه بتحبيها؟ لما بتيجي انت صوتك راح يا روحي من الحفله امبارح. مامي هتدي لك ينسون، ما تخافيش. مين صوته موجود لسه؟ الاذعه. انت صوتك موجود. انت اسنانك ايه، مسوسه ولا مخلوعه؟ مخلوعه مخلوعه من غير. انت اسمك ايه؟ سالم. ايه؟ سالم. سالم اسم خواجاتي. مين كمان هنا؟ ها قولي بقى انت بقى. لا انت قولي اسمك ايه. سيف. سيف، انت كنت اللي واقفين قدام ولا واقفين ورا؟ لا انا كنت واقف في الصف الثالث. في الصف الثالث. الكاميرا صورتك ولا ما جابتكش؟ جابتني. الحمد لله. الحمد لله. مين اكتر واحده طلعت في الصوره امبارح؟ زينه. انت متوصيه ها؟ دي اكتر واحده طلعت. مين الكاميرا ما جابتوش خالص امبارح؟ انا. انتوا الطوال دايما بيتظلموا. بصوا انا هاجي اقف هنا والنبي صور لنا اللي ورا. حته من عينيها بس يا جماعه. الطوال دايما بيتظلموا، كنت وانا في المدرسه برضو يوقفوني ورا وما بنش. طيب مين اللي قال لكم تتنططوا كده وانتوا بتغنوا؟ عمرو مصطفى. عمرو مصطفى. اغنيه جميله، كل الصناع وعمرو مصطفى تحيه خاصه. ممكن تغنوها لنا تاني؟ يلا. على فكرة احنا كده الحلقة بتخلص. شكرا وسلام عليكم، بس هنغنيها. طب لازم اعمل تنويه، معلش احنا على الهوا بقى فنسيت حاجة. بكرة ان شاء الله من 11 بكرة وبعده هنعيد حلقتي الرائع عمر خيرت، بما انه كان نجم امبارح هنسهركم بكرة وبعده ان شاء الله في حلقتين تحفة معاه. شكرا لحضراتكم، شكرا للكورال، شكرا لل50,000 عامل اللي حفر في قناة السويس، شكرا لكل مصري دفع قرش يمول قناة السويس، شكرا لكل اللي فرح لفرحنا. يلا يا ولاد.